باهي على السلامة، مرحبا بيك. دونك في السيونس اليوم كملنا صنعنا البروتين في السيتوبلازم، والمشكلة بتاعنا اليوم هو هذيك البروتين اللي صنعناها في السيتوبلازم ممكن ما تستحقهاش في السيتوبلازم. ممكن مثلا انت في سيلول ايباتيك صنعت البومين اللي تستحقه في البلازما ما تستحقوش وسط السيلول، اش عندك تعمل به الالبومين وسط السيلول؟ دونك هذه حكاية. دونك ممكن مثلا صنعت استون، استون ما هيش بلاصتها وسط السيتوبلازم، مالغري ان هي تتصنع راهي وسط السيتوبلازم. حتى الاستون اللي هي سيبوزي تكون في النويو راهي تتصنع في السيتوبلازم، ولكن تستحق تشدها من السيتوبلازم تبعثها للنويو. كيفاش الشيء هذا؟ دونك لابد انه عندنا دونك شركه وسط السيلول بتاعنا اللي هي دونك تعمل الشحن كما نقولوا احنا، دونك توصل كل شيء لبلاصته. دونك هذا هي الفكره شنو هي. دونك اون فيت كي تجي تشوف السيلول معبيه بالليزورغانيل، فيها ليبيروكسيزوم ليزوزوم ليميتوكوندريا اتسيتيرا اتسيتيرا، دونك فيها برشا 10000 حاجه. دونك تنجم تتخيلها كيما انت في مدينه مثلا، هذا نقولوا هذه الخريطه نتاع مانهاتن، دونك فيها 10000 بلاصه، وانت دونك اذا كان نقول لك حاجتي بيك توصل بلاصه الفلانيه فريمون لازمك دونك ترونسبور، لازمك ترونسبور ماكش باش تمشي على سقيك. دونك ولازمك دونك ثنية معينة، لازمك تزانديكاسيون باش تعرف وين انت سيبوزي توصل. كيف كيف بروتين اللي انت تصنعها في السيتوبلازم لازمها دونك ترونسبور باش توصل البلاصه اللي حاجتها بها، وكيف كيف لازمها دونك سينيال باش تعرف هي كيف وين بتوصل، دونك ان هي وصلت لبلاصتها. دونك مثلا اذا كان باش تشد بروتين من وسط السيتوبلازم نتاع السيلول تخرجها لبرا، لازمك دونك ان سينيال ارشادات كما نقولوا، دونك من هوني تمشي، من هوني تدور على اليمين تمشي على اليسار باش هي فريمون توصل تخرج لبرا. دونك هذا هو البرانسيب شنو هو. دونك كيفاش باش نعملوا الشيء هذايا؟ دونك اون فيت البروتين ان فوا تصنعهم باش نعطيهم انتيكي، باش نعطيهم انتيكي. دونك تنجم تخيلها كيما تيكي تاع ترينو. دونك التيكي هذيا باش تقول البروتين وين سيبوزي توصل. مثلا البروتين اللي هما سيبوزي يوصلوا للنويو مثلا نعطيهم انتيكي معينه اللي نوصلوهم بها للنويو. دونك التيكي هذيا باش تتقرا في السيلول وباش يعرف باش تعرف السيلول انه هذه البروتين سيبوزي توصل للنويو. دونك هذا هو البرانسيب شنو هو. شنو هي التيكي اون فيت؟ التيكي هذيا هي انه دونك هوني شديت دونك ان بيبتيد اللي صنعته انت في السيتوبلازم، دونك سي بون صنعنا البيبتيد هذيا. اون فيت من وين يبدا البيبتيد تجيبش تعرف ليه؟ دونك هوني حطيت ان اللي هو الامين، الامين السايب، الجروب امين سايب، وهوني حطيت سي اللي هو الجروب كربوكسيل السايب. وقلنا ديما انه ديما اول بيبتيد اول اسيد امينين اللي نعطيوه نمبر واحد هو ديما من الجهه الامين الليبر. دونك هذه هي دونك الاسيد امينين الاول. وهوني باش نمشي نحكي على هالتيكي نتاع ترينو اللي كنت نحكي عليها الساعه. دونك هالتيكي نتاع ترينو هو انه اول ديزاسيد امينين تلقاهم في السيكونس نتاع البيبتيد هم يمثلوا حاجه يسموها البيبتايد سيجنال. بيبتايد سيجنال هو سيتان سينيال، سيتان كود نتاع اسيد امينيه اللي هو باش يقول البروتين في حد ذاتها وين سيبوزي توصل. مثلا دونك هات نشدو بار اكزومبل ان سينيال نتاع بيبتيد اللي هو معبي بالليزين والارجينين. دونك السينيال نتاع البيبتيد اللي باش تلقاه معبي بالليزين والارجينين هو سيتان سينيال انه البروتين اللي صنعتها سيبوزي توصل للنويو. دونك هذا اكزومبل، مثلا تنقولوا انه هذه البارتي الاولانيه معبيه بالليزين والارجينين، دونك هذا سينيال للسيلول انه هالبروتين هذه سيبوزي توصل للنويو. اكزومبل واحد اخر، دونك هات ناخذوا مثلا اون سيكونس اللي هي معبيه بالازاسيت اميني اللي هما هيدروفوب. دونك هذا كيف سي تان سينيال للسيلول انه هالبروتين سيبوزي توصل دونك مثلا للممبران سيتوبلازميك والا للليزوزوم. دونك هذا سينيال اخر. دونك اون فيت هالسينيال هذايا باش نستعملوه للترونسبور نتاع البروتين. دونك عندنا دونك دي ريسبتور وحاجات اخرين باش يتعرفوا على السينيال هذايا وباش يستعملوه دونك باش يفهموا هما هالبروتين وين سيبوزي توصل في الاخر. دونك باش نستعملوا الشيء هذايا وهالسينيال هذايا في حد ذاته في الاخر باش نحيوها باش نقصوها خاطر ما حاشناش به في الستركتور نتاع البروتين فينال. دونك هذا هو البرانسيب نتاعنا شنو هو. دونك هكا السينيال فريمون هي دونك السيكونس نتاع البيبتيد الاولانيه جوست نستحقوها ك دونك كسينيال اون فوا كملنا منها سي بون تجي تمشي على روحها. دونك اليوم باش نشوفوا ان اكزومبل على الشيء نتاعنا. الاكزومبل هذايا هو كيفاش نجمو نوصلوا بروتين للريتيكولوم اندوبلازميك. علاش خديت الاكزومبل نتاع الريتيكولوم اندوبلازميك؟ على خاطر اون فيت الريتيكولوم اندوبلازميك يمثل اسكال كيما الاسكال نتاع الطياره على برشا دي بروتين.
دونك برشا دي بروتيين اللي هما باش يوصلوا برشا بلايص في السيلول يتعديو بريتيكولوم اندوبلازمي قبل ما يوصلوا للديستيناسيون فينال نتاعهم. علاش دونك الاكزامبل هذا مهم؟ علاش يتعديو بريتيكولوم اندوبلازميك؟ على خاطر الريتيكولوم اندوبلازميك باش يعمل دي موديفيكاسيون على البروتيين، دونك باش يشد هذيك البروتيين ويزيدها مثلا تروف نتاع سكر، دونك باش تعمل الحاجه نتاع الجليكوليزاسيون اللي احنا كنتذكر شفنا منها شويه في الفيديو الاول على الترادكسيون. دونك هذا شنو باش يصير في الريتيكولوم اندوبلازميك؟ وبعد تحديته الريتيكولوم اندوبلازميك باش يبعث كل بروتين بلاصتها، دونك باش يبعثها عندنا دي ترونسبور سبيسياليزي كيما ترونسبور فيزيكولير، دونك تصنع فيزيكول تحط وسطها البروتين، الفيزيكول هذيا دونك تعرف وين هي سيبوزي توصل وباش توصل لبلاصتها. دونك هذا كيفاش دونك نخدموا شيء هذايا. دونك هنا راهو توا كيفاش البروتين دونك نوصلوها للريتيكولوم اندوبلازميك. دونك هوني عندي ان ايرن مساجي اللي لي ريبوزوم راكبين فيها وقاعدين اوفوري مزور قاعدين يصنعوا السيكونس نتاع البيبتيد من هال الايرن مساجي كما ترى هوني. دونك قلنا انه البارتي الاولى نتاع البيبتيد هو سي ان سينيال اللي دونك باش تستحقوا دونك باش تعرف البروتين وباش توصل. دونك هذا سي ان سينيال اللي باش اللي هو باش يوصل هالبروتين هذيا في حالتنا الريتيكولوم اندوبلازميك. هل السيكونس هذيا باش يتعرف عليها بروتين اخرى موجوده في السيتوبلازم اسمها الاس ار بي. اس ار بي هي لابريفياسيون تاع سيجنال ريكوجنيشن دونك بارتيكل، سيجنال ريكوجنيشن بارتيكلز اسمها الاسم. دونك سي اون بارتيكول اللي هي تعمل الريكونيسونس تاع البارتي الاولى نتاع السينياليزاسيون اللي هي البارتي الحمراء. دونك شوف شنو باش تعمل هالبروتين هذيا، دونك باش تركب عليه على هالسينيال هذايا، وان فوا تركب على هالسينيال هذايا هي باش تخدم كترونسبورتور. دونك باش تخدم كترونسبورتور باش تشد هالكومبلكس كامل اللي انت ريتو هوني باش توصلو للريتيكولوم اندوبلازميك. هوني عندي الريتيكولوم اندوبلازميك حاضر، دونك هو اللي الريتيكولوم اندوبلازميك كما ترى هوني هذا الدخلاني نتاعو، هذا من هوني البراني سيتوبلازم وهذه الممبران نتاع دونك الريتيكولوم اندوبلازميك. اي الريتيكولوم اندوبلازميك عنده ممبران وعنده على هالممبران هذيا دي بروتين. دونك شوف وحده من البروتين هذوما سموها اس ار بي ريسبتور، دونك سي ان ريسبتور لهذيك البروتين اللي شفناها الساعه اللي هي دونك تعرفت على هكا البيبتيد دو سينياليزاسيون. دونك البروتين الثانيه هوني على الممبران هي ترانس دوكون. ترانس دوكون هي كيما البوابه اللي باش تتحل بعد باش نراوها. دونك هات نمشيو نشوفوا شنو باش يصير. دونك هذيك الاس ار بي ومعها الريبوزوم ومعها الايرن مساجي اللي هي مازال قاعده تقرا والبارتي نتاع البيبتيد الاولى اللي تصنعت ديجا، دونك باش كلهم يلصقوا على الاس ار بي ريسبتور. اس ار بي ريسبتور باش تعرف على هذه الاس ار بي. وشنو باش يصير هو انه هذايا الطرف نتاع البيبتيد باش يحاول يتعدى في الترانس دوكون. ترانس دوكون كما قلنا هو بوابه، دونك البوابه هذه باش تتحل على خاطر تعرفت على هالاس ار بي. دونك لاحظوا ان البيبتيد بكله باش يدخل، دونك البيبتيد بكله باش يدخل وان فوا سي بون دخل معناتها وصلنا للديستيناسيون فينال نتاعنا. دونك كملنا وصلنا للريتيكولوم اندوبلازميك، توا باش يخدم على روحه للريتيكولوم اندوبلازميك. شنو هي خدمته في حياته؟ هو انه يشد هذيك السيكونس نتاع البيبتيد يحط عليها سكر. دونك كيفاش باش يعمل الشيء هذايا؟ دونك هوني باش تعرف كيفاش يعمل الشيء هذايا. اول حاجه اخزر للسينيال نتاع البيبتيد. دونك اول حاجه البارتي الاولى هي دونك السيكونس نتاع السينياليزاسيون اللي حكينا عليها. في وسط البيبتيد في حد ذاته فما ان سينيال اخر، السينيال الاخر هذايا هو اسيد امينيه نتاع اسبرجينين وبعد انوتر اسيد امينيه سميناه اكس وبعد يا اما سيرين يا اما ثريونين. كي فما ديزونزيم اللي هما يتعرفوا على السيكونس هذيا، يتعرفوا على السيكونس هذيا ويفهموها كسينيال انه هوني سيبوزي نحط سكر. دونك افكتيفمون هذا علاش نستحقوا السينيال هذايا في البروتين. دونك تجي تفهمها بالفلاقي، فيما عندك سيكونس بيبتيك تلقى فيها اسبرجينين وبعد اي اسيد اميني اخر وبعد سيرين والا ثريونين، سي ان سينيال انه سيبوزي تحط سكر غادي. دونك هذه الحكايه الكل. دونك بالطبيعه الجلوكوليزاسيون باش تصير في الريتيكولوم اندوبلازميك. فما اون موليكول اسمها ديليكول. ديليكول اش تعمل في حياتها؟ دونك اون فيت ديليكول تشد طرف نتاع سكر. دونك لاحظ هوني دونك فما طرف نتاع اوليغو سكريد ولا بولي سكريد ولا شي يسميهم، دونك اللي هي تشدها الدوليكول. دونك تجم تخيل الدوليكول كعلاق معناتها كيما العلاق اللي تحط عليه دبشك، دونك نفس الحكايه.
دونك فما هوني انزيم اللي هي اسمها الاوليغو ساكاريل ترانسفيراز. دونك سي تان ترانسفيراز نتاع سكر. دونك باش تشد السكر هذايا باش يتحولوا من الدوليكول. دونك باش تشدوا من الدوليكول وتحطوا على السينيال نتاعنا. دونك هذه فريمون لونزيم اللي هي باش تعرف على هالسيكونس هذه. وين فوا تتعرف عليها شنو باش تعمل؟ باش تشد تعمل ترانسبور نتاعها. دونك تشد تتحول هالسكر هذايا من الدوليكول وباش تحطه دونك على البروتين. دونك سي بون هوني حطينا السكر بتاعنا على البروتين بتاعنا. لاحظ انه السكر لاصق بالاسبرجينين. دونك هذه حاجه نسميوها الان جليكوليزاسيون. علاش نسميوها ان جليكوليزاسيون؟ خاطر كنت تذكر في فيديو قبل الاسبرجينين فيه دونك اناتوم بتاع ان زايده اللي هي فريمون باش يركب عليها هذا السكر هذاك. دونك هيك علاش سميناها ان جليكوليزاسيون. دونك هذا كيفاش عملنا الشيء هذايا. دونك كملنا ليتاب نتاع الجليكوليزاسيون. توا البروتين بتاعنا حاضره. دونك كملنا صنعنا فريمون السيكونس اللي حاجنا بها. دونك بعد شنو باش يصير في الشيما هذايا؟ نجمو نزيدو دونك حاجه اخرينا. نجمو نزيدو مثلا دي سيكونس اخرينا ونبعثو دونك البروتين بتاعنا وين سيبوزي توصل في حياتها. دونك ابارتير من هذاك السينيال كيما حكينا في الاخر، هيك السينيال في الاخر باش يتنحى. دونك هذه هي سيونس اليوم. ان شاء الله كون عاونتك.